أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي برا وبحرا وجوا في كل أنحاء أوروبا، فيما أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن روسيا تشكل تهديدا مباشرا على أمن دول الناتو، متوقعا انضمام السويد وفنلندا للحلف سريعا. وقال بايدن خلال قمة الناتو في مدريد اليوم الأربعاء إن بلاده ستعزز وجودها العسكري في أوروبا كي يتمكن الحلف من الرد على التهديدات الآتية من كافة الاتجاهات وفي كل المجالات برا وجوا وبحرا. وأكد أنه سيتم تعزيز الوجود العسكري والإمكانيات العسكرية الأمريكية في إسبانيا وبولندا ورومانيا ودول البلطيق وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا. من جهته قال ستولتنبرغ: سنقول بوضوح خلال القمة التي ستراجع خارطة طريق الحلف للمرة الأولى منذ عام 2010 إن روسيا تمثل تهديدا مباشرا لأمننا، وشدد على أن قمة مدريد تاريخية بينما يواجه الحلف أخطر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية.